وردنا هذا السؤال الشيخ صالح، يقول فيه السائل: تراودني وساوس الحقيقة بالموت وأني سوف أموت قريبا، ورجعت طبيبا نفسانيا وأعطاني بعض الأدوية، وهي تعتبر الشيخ صالح من الأنواع التي تسبب الاستمرار عليها، فهل علي إثم في ذلك؟ هذه مسألة طبية، راجع الأطباء، وإذا أشكل عليك طبيب راجع طبيب آخر حتى تتأكد. نعم.